نقتدي ونشرب بقراءة هذا البيان، حيث اجتمعت اللجنة التنفيذية للجمعية التشادية لكرة القدم وقررت ما يلي. فإن اللجنة التنفيذية قد راجعت واعتمدت دفتر المهام للبطولة الوطنية وخصصت ما يلي، وفيما يتعلق بالصيغة الجديدة لقيام البطولة الوطنية فعلى الشكل التالي: المنطقة الأولى تضم مدينة إنجمينة، وهي أندية رينيسانس، أسكوت، إليغ سبور، غافيل، تربيون وفولا إيديفيس. المنطقة اثنان تضم سار، كومرا، دوبا، موندو، بالا، بونغور. والمنطقة الثالثة تضم مصرو، آتيا، بلتين، مونغو، سلامات وأبشا. والمستوى الثاني يسمى بطولة النخبة، ويجمع المتأهلين الثلاثة لكل منطقة زائد الأربعة المتأهلين لمدينة إنجمينة من بين الأندية الستة المتنافسة. بهذا البيان ننهي معكم هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.